محترم متعلق بالسياحة في بلدنا، والخبر ده جه في وقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن الأسبوع ده ومقابلته بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. الخبر إن وزارة الخارجية الأمريكية أخيراً صنفت بلدنا مصر كدولة آمنة، الحمد لله، يعني على الخريطة الخضراء لوزارة الخارجية الأمريكية. كمان نصحت الأمريكان إنهم يزوروا بلدنا، وسبحان الله واللهم لا شماتة، مين الدولة اللي الأمريكان حذروا من زيارتها؟ تركيا. وهنا لازم نبص إزاي نستفيد من هذه القصة، لأن العلاقة بين الدول هي علاقة مصالح بشكل واضح. هتستغل إزاي هذا الأمر؟ لأن أكتر من دولة من الممكن أنها تدخل على الخط وتستفيد من هذه التجربة. بنتكلم على أن مصر الحمد لله أصبحت آمنة، والأمريكان بيقولوا توجهوا إلى مصر لأنها أصبحت آمنة، بيكلموا رعاياهم توجهوا إلى مصر، وفي الوقت ده تركيا هي اللي بره الحسبان. بنتكلم على أن تركيا في وقت ما كان أزمة الطيارة الروسية كانت تركيا هي المستفيد الوحيد من انحصار السياحة عن بلدنا. هنا مش هنتكلم على أننا بنشمت، مفيش في العلاقات الدولية شماتة، لكن هي علاقة مصالح، إزاي نقدر نستفيد من هذا الأمر بإذن الله تعالى. اسمحوا لي، بينضم لي على هذا الأمر الأستاذ أو اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة. يا سيادة اللواء أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، بشكرك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها. مشرفني بكل تأكيد، يعني أكيد كل مواطن مصري بيحس بهذا الأمر. هيئة تنشيط السياحة إن شاء الله هتقدر تستفيد إزاي من هذا الأمر؟ مش هتكلم على تركيا خالص، هتكلم على بلدنا، إزاي نقدر نستفيد من إن بلدنا أصبحت أمام العالم كله آمنة على الخريطة الخضراء لوزارة الخارجية الأمريكية، وهم أكتر ناس بيخافوا على الأمريكان طبعًا. خلينا نتكلم على ما لناش إحنا علاقة بالمنافسين، إحنا علينا علاقة بالسوق السياحي المصري. على فكرة التحذير ده في شهر 11 كان برضو نفس التوجه طلع من الخارجية الأمريكية وصنفتنا إحنا في عليها المنطقة الخضراء اللي هي الجرين زون، وكانت معظم البلاد اللي حوالينا أو المقاصد المنافسة كانت باللون الأحمر. إحنا النهاردة دي دفعة جديدة، طبعا ما نقدرش ننكر أن القيادة السياسية بتاعتنا طبعا يعني لها دور غير عادي في حركة السياحة، إن شاء الله بإذن الله متعقلة من الجانب الأمريكي. عايز أقول لك ده مش القيادة السياسية، ما كانش ده بس، عايز أفكرك إن إحنا من اقل من اسبوعين كان عندنا زياره ميركل، كانت موجوده عندنا المستشاره الالمانيه، وكان معمول لها حفل اسطوري في منطقه الهرم، وهذا الحفل احنا خدناه واشتغلنا عليه في السوق الالماني في الاي تي بي اللي هو بورصه برلين، وكان له مردود غير عادي. هذا فكرك برضه القياده السياسيه كانت موجوده معانا، ويقتدى الرئيس الصيني عشان يجي مصر، وكان عندنا الحمد لله سياحه وابدا ابتدت تتحرك تجينا من الصين للسياحه الثقافيه. عايز اقول لك كان موجود معانا رئيس الفرنساوي، فالحمد لله الرسائل الايجابيه العديده اللي بتطلع عن سلامه المقصد السياحي المصري بتؤكد لكل العالم ان احنا يعني مش عايزين، لا احنا الحمد لله معايير الامانه عندنا كلها كويسه، المقاصد السياحيه عندنا الحمد لله ما فيش فيها اي مشاكل، لا عندنا مشكله في منطقه بعيده عن اي يعني مناطق التوتر دي بين 1000 و 1500 كيلو، مش معناها ان المقاصد السياحيه بتاعتنا مش امنه، لكن الحمد لله هذه الرساله بتدينا رساله ايجابيه جديده الى المقاصد السياحيه المصريه. لكن انا حابب اقول ايه، ما تستعجلش النتائج، لان احنا بنتكلم على السوق الامريكي، السوق الامريكي ده 14 ساعه طيران، محتاجين حركه طيران هتبقى اكبر شويه، محتاجين السائح الامريكي يعني ما بيديش قراره في نفس اليوم، انت عارف ان معظم دخل في اوروبا او في امريكا بس يعني هذا الامر يا فندم مش بيتوجه فقط للسائح، انت احنا ممكن نستغله بالنسبه للعالم كله. ده كلام ما حدش يعني كلام محترم تماما، كلنا هذا الخبر وهذا التوجه ده موجود على خريطتنا السياحيه، واحنا متوقعين من التدفقات السياحيه، لكن ما نقولش ان التدفقات دي هتيجي في يوم وليله، لان احنا بنتكلم على سوق سياحي. السوق السياحي الامريكي على فكره من الحاجات الجميله اللي احنا عارفين عليها ان السائح الامريكي سائح بيحب السياحه الثقافيه، بيحب منتج السياحه الثقافيه، جاي للتاريخ، جاي بيحب التاريخ المصري، التاريخ المصري بالنسبه له، فهو سايح منطقه الاقصر واسوان، سايح مهم جدا جدا الاقصر واسوان. فان شاء الله ده خبر ايجابي على 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 كثير من الخطوات الايجابيه اللي ظهرت قبل كده، وان شاء الله الحركه بتبتدي تتحرك، لكن مش عايزين نستعجل النتائج، عايزين نهتم بقى بجوده المنتج السياحي، ونحط ايدينا كلنا في ايدين بعض ونطلع منتج سياحي جميل، يبقى الراجل اللي جاي ده يلاقي مقصد سياحي متميز ومنتج سياحي متميز في الخدمه، عايزين نعمل نقدم الخدمه الكواليتي اللي عليه، يبقى في عندنا خدمه تقدم للسائح تبقى خدمه متميزه ان شاء الله، ونستفيد بقى فرق العمله اللي عمل معانا
يعني ادانا دفعه في السياحه ان طيب يبقى سياده اللواء، اتمنى يا فندم ان تبقى معي لان في اسئله كتير بالتاكيد ايه اللي هتعمله هيئه تنشيط السياحه في الفتره اللي جايه، بس هنخرج قبل الفاصل بنتكلم مع السيد اللواء احمد حمدي نائب رئيس هيئه تنشيط السياحه عن القرار الامريكي، قرار وزاره الخارجيه الامريكيه بادراج مصر في الخريطه الخضراء، ان مصر امنه، وكمان دعوتها للرعايا الامريكيين ان هم يزوروا بلدنا. برحب بحضرتك مره ثانيه يا سياده اللواء. سيادة اللواء أحمد حمدي، تحت أمرك مع حضرتك فندم. برحب بيك مرة تانية يا فندم. أنا اللي بشكرك. أنتوا كنتوا لسه في بورصة برلين، وطبعا كان معالي وزير السياحة موجود ورئيس هيئة تنشيط السياحة، كان في مجهود كبير للغاية، وطبعا في دعاية للمنتج المصري، المنتج السياحي المصري الرفيع من نوعه، ولكن مع الأسف اللي يعني مش بياخد قدره على المستوى العالمي في التورته او في تقسيمه التورته السياحيه العالميه. احنا بنتكلم في عدد قليل نوعا ما بيجي لنا، حتى في 2010 اكبر كم جا لنا كنا بنتكلم في 15 مليون، في حين ان في دول تانية اقل مننا في امكاناتها السياحيه بتوصل ل 50 وال 60 مليون. ازاي نقدر نستغل هذا الامر في الفتره اللي جايه، وبالاخص نوجد شركه مصرية وطنية هي اللي تروج للسياحة بدل الشركات التركي اللي مع أقرب فرصة بيبيعونا؟ طيب أنا برضه حابب أزود لك حاجة كمان، يعني إحنا بعد بورصة برلين كنا موجودين في بورصة ميلانو لسه الأسبوع اللي فات، جميل، كان الجانب الإيطالي. أنت عارف إن إحنا ربما يكون عندنا بعض التحفظات، أو هم في الإخوة في إيطاليا عندهم بعض التحفظات بعد الحادثة اللي حضرتك عارفها اللي مش عايزين نكررها كتير، لكن احنا كنا بنحرك الماء الرطب. ازود كمان حته يا سياده اللواء، اتفضل يا فندم. اتفضل كمان، انتوا ما شاء الله كنتوا مستضيفين برضو اصحاب او ممثلين لشركات السياحه الايطاليه في شرم الشيخ من 10 ايام. 200 شركه يا فندم كانوا ما شاء الله قبل البورصه، واحنا كنا موجودين معاهم هناك، ورحنا طلعنا لهم في ايطاليا، وكنا بنتكلم على ازاي ان احنا نعيد حركه السياحه الوافده من ايطاليا. انت عارف ايطاليا بتحب ديستنيشن معين وهو مرسى علم، فان شاء الله احنا بنتكلم على مرسى علم، لانهم ان احنا عاملين برنامج تحفيز للطيران العارض او الطيران المنتظم منخفض التكاليف ان شاء الله موجود باذن الله تعالى، والنظام ده باذن الله تعالى بنطبقه يدينا مزيد من الطيران. الطياره لو جايه 80% ان شاء الله بندي نظام تحفيز، الطياره لو مليانه 50% بندي نظام تحفيز، ان شاء الله خلال الايام القادمه باذن الله تعالى بنطبقه لكل شركات الطيران اللي بتجيب لنا طيارات منخفض التكاليف او طيران عاد. كنا هناك بنتكلم على منتج اللي احنا كلنا حابين ان شاء الله نسوقه، ونستغل الزياره الجميله اللي جايه ان شاء الله بتاعت بابا الفاتيكان، وهو منتج ريحه العلم المقدسه. ده منتج مهم جدا جدا، واحنا شغالين عليه وان شاء الله ننجح باذن الله تعالى، نحطه على الخريطه بتاعتنا وياخد حقه، لان احنا الحمد لله منحه من عند المولى سبحانه وتعالى ان تكون انت الوحيد في العالم اللي زرتك العلم المقدس. منحه دي مش طيب. مالهاش علاقه فيها. طب سياده اللواء بشكل مباشر، سياده اللواء يعني اسمح لي انا بكلم المواطن المصري يعني احمد طبعاً. حمدي بعيدا بقى عن الدبلوماسيه، العلاقات ما بين الدول هي علاقات مصالح في المقام الاول. تمام. اكتر دوله استفادت من ان السياحه احجمت عن مصر في السنه اللي فاتت كانت تركيا بشكل مباشر. دلوقتي في المانيا على خلاف مع النظام التركي، وطبعا الشركات السياحيه الالمانيه بتتكلم على انها ما يعني الالمان ما يزوروش تركيا. كمان كنا بنتكلم على هولندا في برضه قلق، والان امريكا دخلت على الخط وحذرت من التوجه لتركيا. احنا نقدر نعمل ايه علشان نجذب هؤلاء لان حقنا ده حقنا اللي كان بيجي لنا في الاساس. احنا السوق الالماني الحمد لله بيتحرك معانا تحركات مبشره، بس احنا مش عايزين نستعجل الارقام، مش عايزين نقول ان هدينا المليون سايح في 10 ايام او 15 ايام، لا، في رحلات بتبتدي توجه علينا، في رحلات كتير عملت سويتش علينا، في رحلات كتير اتغيرت من اماكن ثانيه، ما فيش داعي نتكلم على دول بعينها، لكن اماكن كتير جدا اتحولت على الخريطه بتاعه الصيف انها تيجي تنزل عندنا. فاحنا عملنا حاجات كتير زي ما بقول لحضرتك، نظام التحفيز اللي معمول خلى الجانب الالماني الحمد لله في طيران كتير جدا جدا متوقعينه في الصيف يجي عندنا. الجانب الايطالي باذن الله تعالى هيبقى في طيران برضه موجود عندنا ان شاء الله في خريطه الصيف. عايز اقول لك ان اوروبا الشرقيه في ده كتله جديده خالص ما كناش بنتكلم عنها. احنا عندنا اوروبا الشرقيه دلوقتي اصبحت يعني احد الدول الكبيره المرورة للسياحه، بكلمك عن بولندا، بكلمك عن التشيك، بكلمك عن المجر، بكلمك عن اوكرانيا. اوكرانيا دلوقتي دخلت اصبحت من الدول الكبيره جدا في السياحه. عايز اقول لك السوق الصيني بيتحرك معانا، السوق الصيني فندم. كل التوفيق لحضراتكم يا فندم، لان التوفيق ليكم معناه ان خير لبلدنا يرجع مره ثانيه، وبلدنا بالتاكيد تستحقه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للسيد اللواء احمد حمدي نائب رئيس هيئه تنشيط السياحه. كمان بينضم لي الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو اتحاد الغرف السياحيه. يا اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم.
احنا جاهزين يا دكتور لو من بكره، وحضرتك تعلم العلاقات الدوليه دايما يعني بيكون فيها مفاجآت، احنا جاهزين لو الروس من بكره قرروا ان هم يجوا لنا، او ان اوروبا بشكل عام حصل فيه اي حاجه وجوا لنا في بلدنا، احنا جاهزين؟ نقدر نقول باذن الله نكون جاهزين، لكن لازم نكون يعني اكثر صراحه. اللي بيتحكم في السوق الروسي، لو الروس جم، اللي بيتحكم في السوق الروسي وما زالوا الشركات التركيه اللي هي مع الاسف بتعمل في دوله روسيا وتملك الطيارات اللي النهارده السياحه بتيجي من خلال الطيران. الطيران العارض هو ده بيعتبر يعني مفتاح اللعب زي ما بيقولوا. الشارتر. الشارتر او الطيران العارض. الطيران العارض دوت اللي بيتحكم فيه وما زال الشركات اللي موجوده هناك شركات تركيه. لكن خلينا نتكلم في جانب تاني. طب خلينا في نفس النقطه يا دكتور. معاك. في احد يعني ما شاء الله احد المستثمرين السياحيين المصريين دلوقتي بقى بيوفد طيران شارتر للصين، وما شاء الله بقى يعني حضرتك شايف السياحه الصينيه دلوقتي بقت يعني كتيره للغايه. حلوة وبنشوف حلوة طبعا. ممكن نعمل ده في روسيا؟ طبعا لازم القرار طبعا يكون القرار السياسي يتاخد في الاول، بس انا بتكلم لو اتخذ خلاص. لو اتخذ طبعا اكيد، لان هو طبعا الشركه اللي اشتغلت من روسيا هي تملك ثلاث او اربع طيارات ومع ذلك عامله شغل كبير جدا. فما بال حضرتك بقى النهارده لما يكون عندي 10 طيارات بينقلوا من روسيا. فالنهارده اللي بيحكمني النهارده التحكم، انا داخل على صيف. واخد بال حضرتك الصيف كل الشركات التركيه او اللي هي الروسيه لكن يملكها اتراك بتحول الشغل على انطاليا. انطاليا يعني الصيف بالنسبه انطاليا خلينا نقول يعني طبعا والعلاقه بين روسيا وتركيا مفتوحه. مفيش مشكله بينهم. فالنهارده يعني نقول السوق الروسي لو لازم نفكر على المدى، مش الصيف ده لكن المدى الشتاء اللي جاي، احنا لو اتفتح السوق الروسي هننقل ازاي، ومش لازم نكون بنعتمد على الشركات الروسيه اللي هي من اصل تركي. معاك حق والله يا دكتور، عشان كده كنت بكلم السيد نائب رئيس هيئه تنشيط السياحه عن شركه مصريه هي اللي تقدر تسوق، هي اللي تقدر تنقل كمان بايدينا. ما هو اصل ما فيش حد هيقدر يدور على مصلحتك غيرك انت. لا ودي مش صعبه، النهارده في ناس عايزه تعمل شركات طيران عارض وفي ناس، بس احنا يسمحوا لها بالموافقات وبتسهيلات وانها تنزل زي ما سياده الرئيس لما كان قال السماوات المفتوحه وان الطيارات تقدر تنزل من اي مطار وتطلع من اي مطار. والله هذا ما اتمناه، هذا ما اتمناه في الفتره يعني الجايه ان شاء الله. احنا بنتمنى دوت بموضوع الطيران. حاجه ثانيه، النهارده احنا بنقول جاهزين او مش جاهزين، احنا بنقول ان في 7 سنين عدوا من فتره الثوره، في فنادق كتيره جدا غير مؤهله لاستقبال السائحين. طبعا. نتيجه طبعا عايزه احلال وتجديد، وكان في مبادره من البنك المركزي بان هي يدوا قروض ويدوا تسهيلات لاصحاب الفنادق والقرى السياحيه وتطوير اي حل يحصل في الفتره اللي جايه. اتمنى طبعا يكون السيد وزير السياحه يكون على الخط مع حضراتكم ويسمعكم ونقدر نحل بسرعه، علشان ما نعرفش ايه اللي هيحصل بكره. ان شاء الله خير باذن الله. الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو اتحاد الغرف السياحيه، شرفتني يا فندم، شكرا جزيلا.